في الدفاع وفي حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار الذي تحدثنا عنه؟ والله جهود العلماء كثيرة جدا وما قصروا أبدا، بل إن هذا الموضوع أنا أتصور أنه يحتاج إلى حلقة كاملة ليتبين جهود العلماء، لكن لا بأس أن ننبه على بعضها طالما أنك ذكرتها، بارك الله فيك. يعني من ذلك يعني قولهم من الإسناد من الدين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، سموا لنا رجالكم، فألفوا كتبا في الجرح والتعديل، ألفوا كتبا في مصطلح الحديث، ألفوا كتبا في الوفيات، في تواريخ الرواة، ألفوا كتبا في البلدان، في تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ أصفهان وغيرها. كذلك العلماء يعني جرحوا وتكلموا في الرواة وعدلوا، خرجوا الأحاديث طيب وجمعوا بين النصوص وشرحوا هذه الأحاديث. لما تجي لسلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى وكيف تعاملوا مع الكذابين وكيف فضحوهم، وكان هذا أحيانا ترى على حسابهم. يعني كمثال علي بن المديني، علي بن المديني سئل قال ما تقول في أبيك؟ أبوه راوي من رواة الحديث عبد الله بن المديني، قال ما تقول في أبيك؟ قال سألوا غيري. قالوا قد سألناك، لأن ما عذروه، قالوا قد سألناك. سكت ثم قال الأمر دين، أبي ضعيف، مع أن هذا قد يسبب له حرجا مع أبي، لكن الأمر دين، قال أبي ضعيف. شعبة بن الحجاج يقول لو كنت يعني مجاملا أحدا لجاملت هشام بن حسان لأنه ختني، زوج ابنته، وإنه ضعيف الحديث، سيلحو ما فيه مجاملة. جاء حماد بن زيد، حماد بن زيد إلى شعبة بن الحجاج، فقال له دع أبان بن أبي عياش، أبان بن أبي عياش متهم بالكذب، طيب، لكن أبان بن أبي عياش جده أبو عياش صحابي، وهم من أسرة المعروف في المدينة، كذا، فقالوا اتركه يعني لمكانته وأسرته وكذا، لا تتكلم عليه. فقال أنظر في أمري، ثم سكت من الغد، فإذا حماد بن زيد فصاح به شعبة، فقالت قد تركت ما وعدتكم به، إن الأمر دين، أبان بن أبي عياش كذاب، دين هذا، ما في مجاملة، ما في مجاملة، وكانوا يستفيدون منها في علم التاريخ. أضرب لك مثال فقط، جاء رجل إلى الشام إلى حمص، فقال للجالسين قال حدثنا شيخكم الصالح، وذكر إسناده، حدثنا شيخكم الصالح، حدثنا شيخكم الصالح. فأحدهم قال له عفير بن معدان قال من شيخنا الصالح؟ ذبحتنا، حدثنا شيخكم، من شيخنا الصالح؟ قال خالد بن معدان. قال هذا أما هذا شيخنا صالح فنعم، هذا شيخنا وهو صالح، نعرفه وتوفي طبعا خالد بن معدان. قال متى رأيته؟ أنت قل حدثك، متى رأيته؟ قال رأيته سنة 108. قال أين؟ قال في غزو أرمينيا. رأيته هناك، لنأخذ مكان بعيد. قال في غزو أرمينيا. فالتفت إلى الجالسين قال كل ما حدثكم به اشطب عليه. قال لماذا؟ قال إنه يكذب، فإنه يزعم أن خالد بن معدان حدثه بعد أن مات بأربع سنوات. خالد بن معدان توفي سنة 104، وهذا يقول حدثه سنة 108، وهذه أهمية التاريخ، وهذه أهمية التاريخ، إذن ثم قال له عفوا تفضل، ثم قال له ولم يغزو أرمينية قط، وإنما كان يغزو الرب، وهذا دليل على كذبه. فالقصد معرفة الرواة، معرفة تواريخ الرواة، هذه مسألة يعني عظيمة جدا. الأمر واسع ولا توجد إلا عند أهل السنة.